بغيتو توقفوا ولا هكذا بحسن باش تشوفوا باش كلشي يشوف؟ اذا نطلب من بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هشام العلاجي لاعب كرة القدم بطوري الأطراف. صراحة يعني هاد المبادرة اللي دارت في حقي اليوم يعني واحد الإحساس اللي شنقول لك يعني صدمة، يعني فرحت و يعني ما كنتش متوقع أنني يعني غنشوف. يعني أنا دائما يعني كنبغي نفرح بحال هكا على الدراري يعني، ولكن اليوم اللي داروا عليا صراحة ودارها بيا صاحبي فرا واحد الاحساس واحد الشعور صعيب انني نوصفه والله يعني. وغنقول لاي واحد يعني سام باش يفرحني يعني شكرا ليه بزاف بزاف، ورا ربي اللي غيجازيه واخا نبقى نقول ليه شكرا شكرا بزاف بزاف، حيت فعلا هذيك الوسيله كنت صراحه محتاجها يعني، كانني يعني باغي نعول على راسي يعني باش ندير لا ريفريزون نبقى نوصل السلعه ونجيبها، ويعني تكون بادره لي انا باش يعني الشغل ديالي. وشكرا لهم بزاف بزاف اي واحد.